الاسم الكامل فريد سالم ابو حسن. الاصول من زمان زمان من عين جرفة بقضاء حصبيان. بس صرنا من سكان بيروت من عهود كبيرة. انا والدان بنيجيريا. والدي اجى على نيجيريا سنة 28. ومن بعد ما تركت لبنان صار لي هون من سنة 74. تعرفي اللي بيعيشوا بأفريقيا بيضل حبهم للبنان كبير. مشان هيك أنا أولادي علمتهم هونيك وبيتي هونيك وكل سنة بروح أكثر من مرة. ابني الكبير بيحب لبنان كتير يعني لدرجة أنه بعد ما حب يجي لهون. ابني اللي أصغر منه لا بحب لبنان بس تعود هون. وهو آخر 4 سنين تخرج بإنجلترا يمكن بحب هونيك أكتر. ابني اللي عايش تخرج بإنجلترا وعايش معي هون. طب في إشياء كتير ما في يقنعوا فيها. لا يمكن وأنا مثله anyway لا يمكن تركب براسه إنه الدرزي غير المسيحي أو غير الشيعي أو غير فلان. هيدي مش واردة عندهم. يعني أنا ابني الكبير تجوز برات طايفته. عنا بالدين ممنوع. فما عاد يعني هالشيء عم بخف كتير. وإذا صار في يعني إذا نجحت هالأفكار هيدي صار في اندماج بين الطوائف يا محلاها. بالنسبة للحكام تقريبا اللبنانيين موجودين بكل الولايات تقريبا. ما في ولاية إلا ما في قسم من اللبنانيين لهم علاقة بالحاكم ويلي تحت الحاكم وبجهاز الأمني يلي بالولاية. السبب لدائما نوجد حماية لحالنا. لبنان بلدي يعني هاي المحل اللي منحبه كتير ومنحب نعيش فيه. أصحابنا هونيك وأهلنا هونيك وقرايبنا هونيك وبلد حلو بالنسبة إلي أجمل بلد بالعالم. ذكرياتي الحلوة بتعرف أجمل ذكريات بالعالم هي ذكريات المدرسة. فكل ذكرياتي وكل أصحابي اللي هني لا يزالوا أصحابي لحد اليوم مثل إخوي لإلي هي أيام المدرسة والنشأة. أيام حلوة كانت.